سلام، فهاد لا فيديو غادي نهضروا على مصاحبه. قبل ما نهضروا على مصاحبه غادي نشرح لكم واحد البروغرام اللي زوين اللي غتربحوا منه الفلوس، اللي هو سويت كوان. غادي تجبروا لي نديرو في الديسكريبشن الطريقه ديالو. هو انت كتمشى انت كتربح فلوس، ما غاديش تربح مليون، ما تربح 2 مليون، غادي تربح 100 دولار 150 200 انت وشحال كتمشى. نخليكم مع الطريقه ديالو. السلام عليكم. المهم التطبيق ديالنا هو اللي هو سويت كوان، هو عبارة عن انت كتمشى وانت كتربح فلوس. المهم انا تمشيت بزاف، المهم نهار اللي دخلت هاد شي جوج سيمانات عندي شي 32.55 كوان، وديجا صرفت منا شي 7 ولا 8 ديال 8 الكوان. هنا انت كتمشى وهاد الاخر كيدير لك سكانر، كتدخل هنا باش كدير له السكانر ديالو. المهم هذا هو التطبيق، المهم اعتبروا لي نديرو في الديسكريبشن عاد تدخلوا كامل ديالو. كنا كنعرفوا في هذا الوقت ما كاينش شي واحد اللي ما مصاحبش. انا ما مصاحبش. دايما دموع دايما دموع، لكن واخا اذا كان دايما فرحان وكنت فرحان اكثر من هذاك الناس اللي مصاحبين. عرفتوا علاش؟ حيت ما عنديش شكون يبرزطني في الليل. ما كاينش شكون زعما. دايما دموع دايما دموع. المصاحبه راه فيها جوج انواع، كاين النوع اللي ما مصاحبش اللي هو انا، والنوع الثاني اللي كاين مصاحبين. انا علاش ما مصاحبش؟ حيت عندي جوج اسباب. السبب الاول هو انا طويل، العائلات قصارين. لا انا طويل هاك هكا، العائلات قصارين واش غنهزها؟ ما جاتش، ما ممنوع. السبب الثاني اللي هو تزاد لي واحد السبب، ها هو ثلاثة. السبب الثاني هو انا زوين، اي عائلة كتشوفني كيصحاب لي انا مصاحب، انا ما مصاحبش والله الا غير محقور. السبب الثالث اللي هو داكشي حرام، مصاحبة حرام. وين مصاحبة حرام؟ شنو علاش كتكذب؟ علاش تكذب؟ دابا ندوزو النوع الثاني، اللي مصاحبين تخاف منهم كثر من اللي ما مصاحبينش. علاش؟ حيت النوع اللي مصاحبين ما كتبغي كيبانوا لك كيوت، كيبغيو بعض. مرة ما كاينش الحب، الحب داكشي كاين غير في الافلام، راه كاين وحدة كتضحك على واحد ولا واحد كيضحك على وحدة. وهنا كاين جوج انواع البنات وجوج انواع الدراري. عم نبداو بجنس اللطيف اللي كيبانوا كيوت وكذا. كاين جوج انواع البنات، كاين النوع الاولاني اللي كتبغي من نيته، كتصاحب من نيته، كدير كلشي من نيته. علاش؟ حيت كتبغيه، كتقول لك كنبغيه. علاش بصاحبه بقى كنبغيه بعد مني كذا. النوع الثاني اللي خصك تخاف منه، ضروري تخاف منه، كتجبر مصاحبه مع الحومه ديالك وشويه من الليسي. يوم تخرج مع فؤاد غدا تخرج مع امين، عندها عادي زعما ملي كيتلاقاو كتقول له هادي حبيبي عادي. وهنا كاين النوع الثاني ديال الدراري، نهضروا على الدراري. الدراري كتجبر حتى هو، كاين النوع اللي كيوت حتى هو كيبغيها زعما، زعما كيقول كيبغيها. واش كيبغيها ولا لا ما نعرف، المهم راه كيبغيها. كاين النوع الثاني، النوع الثاني اللي فيه كتصاحب كتجبر مصاحب كثر من ديك اللي مصاحبه مع الحومه والبليسي، كتجبر مصاحب مع طنجه كامله. فيما مشيتي كتجبر وحده. الو لك كيف زين؟ شو وحشتك والله عيد. نشوفك اليوم عندي شي شغل في 5 دقائق حتى 7:30، وصافي في 7:30 ما كتير عجباني كنسلك. يا 19 بيزوي ياسمين ياسين اخويا شكون هو؟ وصافي شوف 7:30 تلاقاو في ساحة الأمم وتوحشت نشوفك. هيا لا سهل وجيب لي حقي معاك. اهلا هاد الناس، انا يكرم كيف سين؟ شكون؟ نشوفك اليوم لا توحشتك صاحبي، توحشتيني تين. وصافي شو عاطفي عاطفي نتلاقاو في 7:30 كابس بارتير. وات تلاقاو كابس بارتير عندو زاك الطوموبيل ديال بيبي. كيف سينا؟ كيف سينا يا ديك؟ عندك شغل اليوم؟
شمن ساعة؟ 7:30 كون ساليسي وصلتي فين تلقاو 7:30؟ تاخد كابوتشينو 7:30 واقفة والله وتعطل عليا. هاي لا سير زواني كانت سنك تن ما تدخلش تن تدخل المكان فهمتي كان غير عليك تشوفو فيك. يا لا لا النوع هذا هو اللي خصك تخاف منو ها ودير معاهم كاملين في 7:30 ما عندوش مشكل هو كاملين بغا يتلاقاهم في 7:30 بالضبط صافي غتقول له لا هاد النوع هذا في شكل ما عرفتش ما في الاخر ما كيتلاقى حتى شي وحده كيعمل معاهم كاملين في 7:30 حتى وحده ما كيمشي عندها. النصيحه اللي باغي نوصل لدوك الناس اللي مصاحبين ما يحترموا حياه السليباطير راه كيتعذبوا معاكم نتوما كتصاحبوا ما كيتعذبوا معاكم وي. وهذه نهايه لا فيديو كنتمنى يعجبكم وما كرهتش ديروا لايك وابوني وبارطاج ماكسيموم دو بارطاج. وقبل ما نمشي كنت عملت واحد تشالنج انا وصاحبي ايوب فلوغ اجبروا لي في الديسكريبشن ادخلوا تفرجوا في الفيديو ادخلوا جينا مع عند كريم الوافي بيس. المهم انا سرقت التليفون دابا لكريم الوافي بغيت نقول لكم واحد الحاجه شكون اكتشف ان في بيس كريم الوافي كاين واحد الحاجه في شكل دابا بنادم في بيس ديالو كيتبر عنده التصويره بنادم التصويره ديالو التصويره العائله ديالو ولكن عنده واحد التصويره في شكل. المهم اللي اكتشفها خليها في كومونتير وشكرا بيس.